موفقين ان شاء الله. أكبر سفرة تمتد في ساحة أمام مجلس النواب ثواب السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس الله سره الشريف. اخوان شاكل البث اخوان والنعم يا الله موفقين ان شاء الله. يلا ابويا سوي سجين يا الله يلا ابويا يلا امشي يلا تنهاو علي يلا ابويا منا ناوي اهلا جو حيلك اهلا وسهلا الله يحفظك ماجورين هلا يا الله لا
لا يمك حجي. عوافي عوافي. عافية. عوافي. ألف عافية. عافي اطلع منا منا ورا أوافي يا الله يا الله أبي يا ابي مشى طول اللي قال روح روح على جارنا بالمنطقه روح روح بس احنا بنسير روح احسوني هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بالثواب ألف عافية لعنت الله على الديون عوافي لعنت الله على الديون يا الله يا الله يا الله يا الله هلا بيهم هلا هلا عوافي هلا بيهم هلا بيهم عوافي ألف عافية هلا بيهم تعالي جاي تعالي جاي سعد هلا بيهم هلا 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 هو هو كل السيد هلا هلا يا طارق هلا هلا يا طارق كل السيد والنعم من الباطوط هلا هلا وفقه الله حضرنا وحضرت قبيلة آل غروة وجمع شباب قبيلة آل غروة بغداد الكرخ إلى هذه المؤامرة الكبرى وهي دورة الإصلاح ومن اليوم ستكون هذا المجلس غير مجلس النواب سيكون دورة الإصلاح ومجلس الشعب الله وين؟
اهلي بعافية، اهلي بعافية. روح يلا دور 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 يلا شباب عوافي الف عافية. ها توفي والله الذيول اللي نعجبكم والله الف عافية عوافي. عوافي علاوي وهذا ما جابوا يعني محمد.